يا صباح الخير يا صباح النور. مرة أخرى زدت لقنا معكم يوميا كما عودناكم، باش نكون معكم في كوجينة رمضان، معكم الشيف مؤمن في لايف واحد آخر كل يوم كما عودناكم، باش نحضر مع بعضنا العديد من الأطباق. دونك نستنى الناس الكل حاضرين يجيو بحذانا يشوفوا في اللايف شنو باش نحضروا، يعطيونا رأيهم، يعطيونا شنو هما الوصفات اللي باش يحضروهم، واحنا زادا كيف كيف نحاولوا نبارطاجيو معاهم شنو هي الماكله اللي قاعدين نحضروا فيها وشنو هما لي زاستيوس ولا لي ديتاي باش نعملوه. دونك نصوركم اللي عنده دبارة واللي اللي ما عندوش، نصوركم قاعدين تسالوا شنو هي الدبارة نتاع اليوم. اليوم باش نحاولوا نحضروا كالعاده ان منو فيه ميلونج من حاجه زمنيه لحاجه التوش الان الفيزيتي كل شيء. دونك بالنسبه قبل كل شيء نحيو صوت باش نجمو تسمعوني. دونك قبل كل شيء بالنسبه لينا شنو هو المنيو اجوردي يا شيف امين؟ بونجور امين، اهلا بيك. دونك كما قلت بالنسبه للمنيو يعني نحضروا في حاجه زمنيه وحاجه جديده ان وتوش ريفيزيتي. اول حاجه باش نحضروا شربه بالسيش، فما شكون يسميها سيش، فما شكون يسميها سوبيا، فما شوابي سيبيا. دونك تنجموا كيف كيف تقولوا لنا شنو هو لابيلاسيون تاع السيش كيفاش تسميوها. هذه بالنسبه للشربه. بالنسبه للسلطه اخترنا لكم دونك حاجتين جددتهم اليوم، دو زانغريديون دو باز اللي هو الفلفل تروا كولور، يعني الفلفل الاصفر والفلفل الاحمر والاخضر زي كيف. دونك اليوم ما كما دينيش الخضره، مشينا طول ديريكتومون للمارشي. وتحيه بالنسبه لليوم، تحيه العماد في المارشي تاع مرسى اللي خدينا مع عنده الخضره كل والغله. تو من بعد بسيسه بسيسه نشوفوا شنو باش نحضروا. دونك قلت لكم باش نحضروا شربه بالسيبيا ولا بالسوبيا ولا بالشوابي ولا بالسيبيا، يعني هذه لابيلاسيون تاع السيش تختلف. سلاطه نتاع فلفل تروا كولور مشوي باش نزيدوه شويه فروماج يعمل 66 كيف. تو نتبعوا بالحاجه بالحاجه. وحاجه اخرى زاده اللي اخترنا لكم اليوم همبرجر هابيس. دونك توا فيكو فما كونفينمون، لا فما خروج لا حتى شيء، مازلنا يعني مش كيما قبل. توحشنا السندوتشات، توحشنا المخلوط، توحشنا كل شيء. هذاك علاش اليوم باش نحضروا لكم زاده مع المنيو، يعني مع الشوربه بالسيش نحضروا وسلاطه، باش نحضروا همبرجر يعمل 66 كيف. باش نقول لكم كيف شنو باش نحضروه. باش نزيدوه الفيوند دو بوف سيشي نتاع فرح، باش نزيدوه البيكون كيف كيف نتاع فرح، والفروماج سلايس نتاع روندور. وباش نوريكم طريقه اخرى كيفاش زاده يكون عندكم همبرجر يعمل 66 كيف بالنكهه المدخنه اللي اليوم اخترت لكم الصوص برباكيو نتاع بونا. دونك بالنسبه للصوص نتاع برباكيو نتاع بونا باش نوريكم كيفاش نحضروا اللحم. حتى بالنسبه للحم اخترنا ستيك شيب كيف كيف تاع فرح، يعني اليوم موجود همبرجر. باش نتفكروا ليامات واليوم نحكيو قبل الكونفينمون وبعد الكونفينمون. دونك ليامات اللي قبل الكونفينمون كنا قبل ناكلوا لي همبرجر لي ساندويتش المقلوب الحاجات هذيك كلها. توا هاكا نتي لابيل شويه في الدار نقولوا احنا بالامكانيات الشيء اللي موجود باش نحضروا مع بعضنا المنيو. ابار سا باش نعملوا سلايطه نتاع سلاطه نتاع غله، مي ديما ان اوتر فاسون. قلت لكم يعني بالنسبه للكوجينه نجموا نحضروا بالطريقه اللي احنا نحبوها ونزيدوا كيما تقولوا نتوما اللمسه نتاع الشيف. دونك الحاجه الاولانيه باش نبداو كيما العاده والعوايد، زاد عندنا في السويت اخترنا لكم حاجه برودوي بنين برشا وفار اسمه نوازيت دي كروم. دونك نوازيت نتاع الدوداند نتاع مليحه. بالنسبه للوقت ديكوباج كي ناخذوا الكويس نتاع الداند فما البارتي اللي من فوق اللي هي نوازيت. كيما نوازيت بالنسبه للحم اخترناكم نوازيت بالنسبه للدجاج. دونك سي المنيو يعمل 66 كيف وان شاء الله يعجبكم. تابعونا بسياسه بسياسه شنو باش نحضروا. تنجم تقولوا لنا شنو حضرتوا دبارة نتاع اليوم، تتفاعلوا معنا، تخليوا لي ميساجات نتاعكم على في كومونتير. اللي يحب روسيت نجمو نزيدو نجاوبوه كيف كيف، واللي يحب يشوف الروديف نتاع الحلقات اللي تعدي وكيما حلقة سلابيا ولا حلقة نتاع المخارق ينجم يشوف على شين يوتيوب ويتابع اللايف على الفيسبوك شيف مومن بن يونس، الانستغرام كيف كيف شيف مومن بن يونس. واللي عنده تساؤل ينجم يسالنا واحنا نجاوبوه. قبل كل شيء زاد كيف كيف نشكر الناس الكل اللي امنوا في اللايف. دونك خالد عويش تونسكوب، حازم بن عيسى راديو بون لونور. دونك انتم تنجموا تتفاعلوا معنا، تنجموا تقولوا لنا شنو حضرتوا الدبار. يا امين شنو هي الدبار اللي حضرتها؟ انا هكا قلت لك على المنيو بتاعي وانتم قولوا لنا شنو حضرتوا. نبيل سي نبيل اهلا بيك.
دي ناسلي بونجور بونجور سي نبيل. دونك نبداو بالحاجه بالحاجه سهله، وريكم لي تكنيك لي زاستوس. الفرق ما بين بريباراسيون بريباراسيون هما لي زاستوس، كيما تعرف يقول لك سو سون لي بيتي ديتاي كي فون لا ديفيرونس. به محمد صالحوني يا شيف يا ابني، به يعطيك الصحه سي محمد صالح. سند بربيع بونجور. نبداو بالحاجه بالحاجه، ديما شربه سيرتو في رمضان شوقوا فطرنا على شربه. مي التكنيك اللي احنا نعرفوه نحاولوا نوريكم كيفاش تحضروا كالعادة. شوية قصان شوية خضرة حنين شوشين ميرسي للي يا جماعة اللي خلطوا علينا، باش نذكركم شنو باش نحضروا. دونك باش نحضروا سلاطة نتاع تروا بوغرون بالفرماج، باش نحضروا توا شربة تاع ساش ولا تاع شوابي. مروان بونجور، باش نحضروا زادا همبرجر. ينزل كيف كيف مدام مروان يقول لنا روسيت تاع الهمبرجر كيف كيف للي ما لقاش بام تاع الهمبرجر. ابار هذاك باش نحضروا نوازيت نتاع ديك رومي والديسير سلاطه نتاع غله مي ان اوتر فاسون بالكريم شونتيي، وكريم شونتيي زاده مش الكلاسيك، زدناها الفريز ولي صوص توبينغ. دونك ما عليكم كان تتبعونا وتقولوا لنا شنو رايكم في البلا اللي باش نحضروه. بالطبيعه اول ايتاب كيما العاده والعويد باش نقصوا البصل. تي دي كريمي بونجور. هاكا عاد نورمالمون حفظتوهم من الحاجات هذوما، شنو هي الحاجة الأولانية اللي حطوها. دونك نحطو شوية زيت ديو فيتاميني بلوس نجمة، عندنا شوية صل، ناخدو بالطبيعة شوية كابس من بعد، هذا ما زينو بيها، نسحقو باش توا، عندنا شوية معدنوس، عندنا بالنسبة للشربة ماك بونجور مكرم دخلاوي. دونك عندنا بالنسبة للشربة فريك فما شكون يعرجها يحمرها، فما شكون يخليها سامبل. نذكركم بالمنيو الجماعة اللي التحقوا بينا. دونك عندنا شربة بالساش بالسوبيا بالشوابي بالشوباي كيف كيف، يعني تختلف كل بلاصة وكيفاش تقول السوبيا كلمة الساش. فاطمة بونجور. وعندنا سلطة تروا بوافرون بالفرماج، ومع سلطة تروا بوافرون بالفرماج عندنا همبرجر يعمل 66 كيف. نوريكم السر من أسرار مونتا بن عبيد بونجور. باش نوريكم السر من الاسرار نتاع الهمبرجر اللي برشا يتسائلوا في الريستورونات، يقول لك كيفاش يجينا همبرجر فوندون ولا بيان كادريي وشنو هما لي زاستوس. والديسير ابار نوازيت في السويت هذيك نوازيت نتاع ديك الرومي، الديسير عندنا سلطه نتاع غله مي بالطريقه نتاعنا. باه الحاجه الاولانيه كيما قلت لكم باش نحطوا شويه صلصه سهله نورمالمون العمليه، يعني اول حاجه نحضروها نحضروا الشربه. مي هاكا ديما تكون موجوده سيرتو الشربه. هذيك البسل نخليوها كبار، عندنا شوية ساش، صحنا هذايا نتاع ماتلي الله يرحمها، شوفي حاصرة كيفاش كانوا ليزاسيات، وبالمناسبة ليزاسيات توا تبارك الله ولاو توندونس ولاو برشا حاجات، ولار دو لا تابل، بيرسونيلمون ناخذ من عند ميزون الموند، دونك ديديكاس أنتي كوكو ميزون الموند، حطينا البسل معاه شوية ساش. بالنسبه للساش فما شكون زاد كيف كيف يصمت الساش، فما شكون يخليها حيه. دونك تحيه للناس الكل اللي يحبوا يقولوا احنا غلت البحر، يقولوا احنا ولد البحر. مايا لولو سلام شيف بونجور. كيما قلت لكم هنا حطينا شويه البصل مع الساش. نبداو في التحضير. نصوركم شنو المنيو اللي حضرته، مايا شنو حضرت، فاطمه شنو حضرت، مونتا شنو المنيو نتاع اليوم. كان خلونا شنو المنيو تاع اليوم. نديهم فوق الشربة ليش تراحم يا فاطمة. باه معنا شوية طماطم معجونة كالعادة. ديما بالنسبة للماكلة كل واحد يحاول ينوع، شوية نقولو احنا فريد مير، شوية لحم، شوية دجاج. شوية كركم، بالنسبة سيرتو للشربة فما شكون زاد كيف كيف نوسا بونجور، فما شكون اللي يعرجها من الأول ويطيبها في وسط
دي كريمي، دي العسل به. طب كما قلت لكم، فما بالنسبه شكون الشوربه يطيبها من الاول، ما احنا باش نحضروا الصوص ومن بعد باش نرميوا الشوربه. حطينا شويه كركم، شويه فلفل احمر، نحط شويه ملح، شويه فلفل اكحل، هذه الحاجه الاولانيه. دنيا سافي بليزير دو تو سويفر شيف، برافو، ميرسي بوكو دنيا. Ça fait plaisir, le plaisir est partagé. Ça me fait plaisir aussi. على التساؤلات نتاعكم، شنو حضرت منو قبل كل شيء؟ باهي شربة زعرة بالدجاج، طاجين مرقاش، سلطة خس، بيضة مفورة، وبريك، مش حاول أي بيان سور، توا نحاولوا، حطينا شوية هريسة عربي. بالنسبة للسلطة نتاع القرنيت، راهو كيما قلت لكم، العديد من الوصفات تختلف، لحظة بركا نمرق الشربة. دونك الحاجة الباهية توا سيرتو في الكوجينة هاكا عنا الفلاف ويقول اكسيليون، يعني حتى باش تقولو نحطو روتار في الماكلة ما نحطوش قدرة تربي روتار، النار هاكا قوية. ريم بونجور، باش نجاوب على السلطة نتاع القرنيت، السلطة نتاع القرنيت فما بليزيور ميثود، يعني طرق تختلف بالنسبة لطريقة الإعداد نتاع سلطة القرنيت، مي احنا نحاولو نعطيكم لو بلوس. بالنسبة للبلوس شنو؟ القرنيت دو بريفيرونس، أنا توا جيت عبير بالجبل به. لحظة بركة عبير تنقلك شنو باش نطيبو اليوم، مي خلينا نبداو بليتاب الأولانية، نجاوبو على سلطة نتاع القرنيت، ونقولكم شنو باش نحضرو. سلطة القرنيت فما شكون يسمي القرنيت في الماء، شربة ولا تشيش يا شيف، هذي سومية سويسي، باهي شربة فريك تشيش، تشيش بال بالشوابي، بالساش، بالسوبيا، كيما قلتلكم يعني تختلف لابياسيون. نرجعلكم لسلطة القرنيت، دو بريفيرونس تاخذ كسرونة تحط فيها الكعب قرنيت، تغطيها على نار هادية، نعرفوا اللي هي 60% ماء، دونك تخليها سلة سلة، من بعد تقص معها شوية بصل، شوية طماطم، شوية فلفل، شوية معدنوس، شوية شبت، ولا شوية كزبر، زيت زيتونة، ملح، فلفل أكحل، دونك هكا تكون سلطة تاع 66 كيف، باه، شربة زهرة بالدجاج شيف لاوزيت، باه، شربة زهرة بالدجاج كنا حضرناها قبل، ما نساش نعاود نذكركم طريقة التحضير نتاعها. باش نبداو الحاجة الأولانية باش نحضروا الهمبرجر. بالنسبة للهمبرجر عندنا كيما قلت لكم البيكون بقري تاع فرح، عندنا كيف كيف فيون دو بوف سيشي، وعندنا ستيك هاشي كيف كيف كلهم عند فرح. اليوم الهمبرجر يعمل 66 كيف. اول حاجه باش نعملوها باش نعملو لو ميلونج، لو فامو ميلونج اللي قلت لكم عليه قبل، شويه زيت، نجمه ديو فيتاميني، ما عادش نخبيو عليكم حتى شيء، كل شيء باش نوريكم كيفاش نحضروا، كيفاش تلقاو همبرجر يعمل 66 كيف، سيرتو في في الريستورانات. نعرفكم برشا تتسائلوا تقولوا يعني كيفاش يحضر، باش نزيدوا جولدينا، نحطوا شويه مانجارين جولدينا. سيلياس بونجور سيلياس، شوف الهمبرجر وقول لي رايك اليوم. بس حاجة باهية اليوم زادا كيف كيف فماش برشا معون، مش نصحكو برشا معون، يعني بالحاجات اللي موجودة قدامنا، نبداو التابلو الأولانية. اخترنا بان برجر هابيز بالجلاب، يا شيف مادام قلت شوابي يوفى الكلام، باش نتبع كل يوم وربي معاك، يعطيك الصحة يا روز روز، باه. بس لكم علاش بسياسه بسياسه، باش يكون عندكم كل تربي همبرجر يعمل 66 كيف، مي تبعوني بسياسه بسياسه، مانيش باش نخبي عليكم حتى سر من الاسرار، كيما تلقاوهم في لي ريستورون باش نحضروا لكم همبرجر ابني. دونك تو باش نقصوا الخبز بالسجلان هابيس، كيما هكا باش نحطوه نقولو كادرياتش.
باش نزيدو ان اوتر مورسو باش نعطيو الفوليوم. هاكا هاكا احنا باش نحطو الله يبارك في فوندي في المنيو. باهي نذكركم بالنسبة للمنيو، دونك عندنا تشيش بالساشة سوبيا شوابي شوباي تشيش هاو يحضر. عندنا بام تاع همبرغر تيك صح روز مع الهمبرغر باش نحضروا نواسيت نتاع تيك رومي مشويه. عندنا سلطه نتاع تروا بوفرون زاد كيف كيف تنوريكم كيفاش نحضروها، وديسير سلطه نتاع غله مي بالطريقه نتاعنا. دونك بعد ما نكادريو الخبز يطرى الخبز ديجا الحاجه الاولانيه اللي هو شوش يعمل ستاستين كيف مي بالميلونج نتاع الزيت والكولدينا يعطينا نكهه اخرى. نجيبوا اسيت وانا جايكم رجعت لكم غادة دكتور اش تعمل شيف شنو هو المنيو. باه شنو هو المنيو كيما قلت لكم شربه بالساش بالشويبي بالسيبيا هاو الكاترياج مفتوح عليه هذا الكاترياج الاولاني هذه بالنسبه للبان تاع الهمبرغر. في الاثناء هذايا شنو باش نعملو زادا كيف كيف باش ناخدو بيريكس باش ناخدو ستيك هاشي نتاع فرح باش نحضرو بيها الهمبرغر. الاستيوس لهنا دونك باش نحطوها تيب في الفور دو بريفيرونس باش نوريكم دو موديل. باه قبل ما نحطوها تيب في الفور كيما قلت لكم تلقاو في اللوغو دونك فيمي باش لوغو فيمي تلقاوه تلقاهم باللي صوص اللي هذايا بونا صوص باربيكيو. دونك اول حاجه باش نعملوها باش ناخذ شويه صوص باربيكيو وباش نفوقوا بها ستيك هاشي كيما تراو ستيك هاشي فوحه بالصوص باربيكيو كيما قلت لكم ما نخبيو عليكم حتى شيء نحاولوا باش الفايده تهم للناس الكل تلقاو الديتايل الاسرار نقولوا احنا والخفيه نتاع لي بلا اللي حضروهم كيما في الريستورونات. دونك شنو نحطوهم هذوما يطيبوا في الفور هاكا صوص باربيكيو بونا هي اللي تعطينا كلوغو فيمي كيف كيف تنجمو من بعد ما نحطوهم يطيبوا تنوريكم زاد السر الثاني اللي من بعد. نرفعو كمية الخبز نطفيو تنقول لكم علاش شنو باش نستحقو ونحطو تو في الفور. تابعوني انا باش نحط في الفور ويربول سيزيام سونس شيف ذي الدين حداد بونجور بونجور فخيخ. دونك حطينا الستيك هاشي حطينا الستيك هاشي في الفور قبل ما حطيناهم في الفور كنا فوحناهم كيما قلت لكم بصوص باربيكيو باش نعطيونا لوغو فيمي هذايا اللي تابت هنايا تعدينا بها. طيب باش ناخذوا الفيون دو بوف فرح دونك كيما قلت لكم باش يكون همبرغر يعمل ستر ستين كيف ومحلاش باش نخبيو عليكم حتى ديتاي صغير هكا سيرتو في الكونفينمون توحشنا الماكله برا كل شيء. مي انا اوني ساي كل نهار باش نحاولوا نحضروا لكم الى عديد من الوصفات اللي نتوما كنا ناخذوهم لبرا. دونك الفيونت سيشي هاي حاضره تفرح كما تراو هكا. فما بليزيور ميثود بالنسبه ما بين البيكون والفيونت سيشي باش ناخذ في نفس البوالة اللي حضرت فيها الخبز باش نزيد دو مورسو من الفيوند سيشي نتنكو شوية
وكيف كيف بالنسبه للبيكون، زهرة الحياة، زهرة الحياة، زهرة بالهمبرجر بالحق. بعد الروسيت هذيا وتفكرني انك انت باش تولي كابابل باش تحضر همبرجر في الدار كيما في الريستورانات كيما موجود. باه دونك كيما قلت لكم باش نحضروا توا باش ناخذوا البيكون البقري، باش نعملوا نفس العملية، ناخذوا بارتين تاع بيكون باش نحطوها في البوالة وين حضرنا قلت يعني اليوم هاكا حاجة كي صوت الأوردينير سيرتو تنجمو تحضروها في الدار وما تتطلبش برشا وقت وموها هيك تجي بنينة هاكا تدري ايه. هادو مش خليهم من بعد نزينو بيهم كذا كيف كيف ونتا عديو تاو لي ميلونج سيرتو في الزومبرغور فما ميلونج ان بو سبيسيال يا ان بو كل واحدة تيبيك. باش نزينو بالنسبة للميلونج باش ناخدو لي صوص أول حاجة صوص باربيكيو ناخدو صحفة نحط فيها شوية صوص باربيكيو شوية كيتشوب صدقوني جربوها ومن بعد اعطوني رايكم قولوا لي شنو عطاتكم كروسيت. به نزيدو شويه موتارد مريم عزيبي شويه موتارد شويه مايو تشيز هنا وكذا ما كلش خلطهم مع بعضهم ذكركم شنو حكينا. عندنا شويه مايونيز عندنا شويه مايو تشيز شوية موتاردة لونسيان بنا الكل باش نخلطوهم مع بعضهم هكا تقول شنيا الصوص اللي فيها بليزيور بو هاي الصوص فيها شوية موتاردة لونسيان فما شوية كاتشوب وصوص باربيكيو الصوص خبيو عليكم حتى شيء ونخلوهم ناخذو نتليو اول حاجه الخبز البان برجر نتاع هابيس بلي صوص بالميلونج نتاع لي صوص اللي حضرناه نجمو تقولوا لنا شنو هي الدباره نتاع اليوم شنو حضرت احنا اخترناكم باش نحضر لكم مع شوربه وسلطه بان برجر كيما تراو بان برجر يعمل 60 كيف. بعد بالنسبه للسلطه نجم ناخذ شويه خس شويه ليتو ولا شويه فيدوشين اي نوعيه نتاع خس تحبوها ونوريكم كيفاش نعملوا الميلونج ودريساج نتاع لومبرغر بنحطوا الانجريديون كل بحذينا نتاع لومبرغر ومن بعد في الدقيقه الاخرانيه نعطيك الصحه اما جواتنا بيان سور رمضان سيتو رمضان توا كونفينمون احمد قسطنطيني بونجور باش ناخذ كيلكو رونديل نتاع بصل هذايا في اللومبرغور نوريكم كيفاش اندريسيو بالضبط نوريكم العملية بشوية بشوية. هذايا ساسا في الميزون بلاس دونك عندنا شوية فيدوشيل حطينا شوية بصل الطمطومة خسرهم بلا تشويت كيما قلت لكم زاد ديديكاس للناس الكل يعطيهم الصحة اللي تبعوا فينا وراهو انتوما سي غراس افو اللي احنا نحاولوا باش نعطيكم يوميا روسيت ونحاولوا نبدلوا مع بعضنا نوتر سافوار في الكوجينا سيرتو توا في الدبارة تاع رمضان نعرفوا اللي عمال ايامات تبارك الله في صفيصة تعدى وعمال ايامات تقدم عمال نبداو حايرين في الدبارة وهذاك علاش احنا موجودين باش نعطيكم البلوس البلوس اللي هو باش يكون في الدبر. دونك الحاجه الاولانيه كيما قلت لكم حضرنا
يا شيف وينو الجبن؟ باهي الياس وينو الجبن؟ بيان سور مازلت قاعد نحضر. احلى شيف من توزر دونك مهاب. حضرنا الخبز، حضرنا الصوص، حضرنا تويدشين، شويه طماطم شويه خل. احناش باش نخبيو عليكم حتى شيء اليوم سبيسيال هاكا باش تتبعوا كيفاش نحضروا في الهمبرجر. دونك عندنا هاو الفرماج، فرماج لوندور سبيسيال همبرجر، هاو الياس فرماج لوندور سبيسيال همبرجر. دونك باش نحضروا كيما قلت لكم الهمبرجر، ومحبش نخبيو عليكم حتى سر من الاسرار، وبالحق جربوا ومن بعد تاجيو، تنجم تاجيو شيف مؤمن في الانستغرام والا في الفيسبوك، وقولوا لنا رايكم في الروسيت، هل عجبتكم؟ شنو هو رايكم؟ شنو هو بالضبط؟ باه ميزون بلاس كامله حاضره. بعد عليهم نشوفوا الفيون سيشي والبيكون كما تتصغرون كي البيكون والفيون سيشي. هاو المدير شو احلاها سهيل لازمي بونجور، زهرة الحياة، شربة شيش، سلطة أم خورية مع فلفل محشي، والغلة بنان، سحور مصفوف بالتمر والشامية والزبيب، ونهارك مبروك، إن شاء الله نهارك مبروك. باه هذيا الباز تاعنا، باش نحطهم هنا، وبرشا سيرتو كانت نجمو تقولولنا كيفاش تحضروه نتوما سيرتو الهمبرجر في الدار، مي احنا كيما قلتلكم نحاولو باش نعطيوكم لو بلوس. باه بحكم بالنسبه للبواله حضرنا فيها الخبز، حضرنا فيها البيكون والفيون سيشي، باش نتفقدوا الفور، عندنا فور سيزيام سونس البواله وسمر بطبيعه تقول ما نتكلم. شلاق بيه باش نجي شنو باش طيب توا لحقت بينا. باهي الجماعه اللي خلطوا توا باش نذكرهم شنو حضرنا منيو. عندنا شربه بالساش بالشوبيه بالشوبيه، يعني كلمه الساش الناس الكل كل واحد كيفاش يقول لها. عندنا الهمبرجر، عندنا سلاطه نتاع فلفل وطماطم. دونك اول حاجه زيدا كيف نكملوا في سفيسه نحضروا السلطه نتاعنا. ناخذ فلفل تروا كولور، ناخذ كل كل شيء باش نخليوه شوي يعمل كادرياج نتاعو. كل يوم الخضره خديتها مع عند عماد مارشين تاع المرسى، تحيه لعماد مارشين تاع المرسى. انا بوفرون زيدا جون شو محليه يعطينا سيرتو ماري مانزيبي لبارتنا شربة شعير سلاطة برغل وسكالو في الفور ناقص ديسير. يعطينا حاجة بنينة، حاجة بنينة والله. باش نحضرو بونجور يا مينا، حاجة بنينة باش نحضرو يعني سلاطة متاع غلة مي على الطريقة متاعنا. عطينا الفلفل تروا كولور، كمو ناخد الفلفل الأحمر. ما ننساش بطبيعة اخترتكم في السويت يعني نوازيت تاع ديكروم، دونك نوازيت تاع ديكرومي حتى نوريكم كيفاش. لحظة بركة كما نحطو فلفل شوي. الناس الكل تنجمو زادا كيف بونجور عايدة، خليولنا لي كومنتير نتاعكم، تتفاعلوا معانا تقولولنا شنو اللي حضرتو اليوم دبارة نتاع اليوم. باهي خدينا الفلفل ثلاثة أنواع كما تراو، عن الاحمر عن الاخضر عن الاصفر. سيرتو الطاوله احنا ناكلو بعينينا، يعني ماذا بينا نعملو حاجه تشهي. باش نزيدوه شويه زيت دوبلاش زيت، سيرتو بالنسبه للفلفل بالنكهه هذيا، بالنكهه نتاع الفيون سيشي، باش ندينا نكهه اخرى. باش نتفقدو الفور اللي جايكم. بونجور فواز، ديسير والله زادا كيف ديسير احلى اليوم بارتنا، اكله شعبيه توزريه. احلى تحيه لاهل توزر الكل والناس اللي تابعوا فينا الكل. خبز نتاع طاجين وسوق اكيد دقله، بيان سور دقله. سي كوا المنيو؟ بالنسبه للمنيو قلت لكم حضرت شربه بالشويبي بالساش، وعندنا سلطه نتاع فلفل مشوي، عندنا همبرجر كيف راهو. نجمو نزيدو حاجة أخرى، تزيدكم حاجة أخرى عندي. نجي بالكم فما سويت شيلي صوص تاع الفريتير،
كيف تنجموا تزيدوها في الهمبرجر، مش خليوها على جنبها، هكا يحب حاجه محرحه ينجم يختار بعد. زي الفلفل او المشكور مع الفلفل تزيدوا حاجه اخرى. هكا انتم عليكم تتابعونا، تعطيونا من رايكم في الدبارة اللي انتم تحضروها. نجمة بونجور هيلا زين بونجور الهمبرجر، باش نخليوها بعدنا من بعد نزينوه. هذا الفلفل كل اثنين هذيك نحطوا بوالا باش نحضروا فيها الزينة حاجة عمر بونجور، باش نحضروا فيها النوازيت نتاع شهية كوكو دو طبيب ابو تاع عبد الكافي بونجور. فكروا باش نحضروا همبرجر بون، زاد في باريس فما همبرجر يعمل سلطه كيف الحصله بنين بنين برشا برشا. شربة فريك حاجة سكالوب سلاطة مفورة والديسير كوكتيل دو فروي والسحور دراع وزجلان. دونك سي لي ساعة منو يعمل سلطة كيف كيما قلت لكم هاكا تراس لي تروا كولور بكلا كيفاش قاعدين. وسيرتو بالنسبة للخضرة الفلفل لكن نكهة أخرى. بونجور شيف، شنو المنيو اليوم؟ باهي بالنسبة للشيف بالنسبة للمنيو بتاع تربي إن شاء الله بارتي مغطى تنحطو نوليو نخليوها إيفانجلي في كومنتير. دونك تيولي المنيو يبدا حاضر. عندنا شربة بالساش، عندنا سلطة نتاع ثلاثة أنواع فلفل بالفرماج، وعندنا همبرجر، وعندنا نوازيت نتاع داند نوازيت داند، والديسير عندنا سلطة نتاع غلا زادة باش تبعونا كيفاش باش نحضروها. باهي كيما قلت لكم هاكا قاعدين بالسياسه بالسياسه نحضروا، باش نجيبوا بوالا صغيره فيسه فيسه باش ما نتعبش عليكم، باش نوريكم كيفاش نخليها سهله سهله. كيما قلت لكم يعني دباره سهله، وعندنا الفرن تاع ويربول والاكسيليون. برافو شيف، ميرسي طه ريم دبارتي عين بقرة بيتزا شربة بلانكيت سلاط سلاط زيت ديسير جاتو شوكولا. كان تفرجت علينا ريم البارح بالحق، عملنا بيتزا رابيد تاع 66 كيف نجمو نجربوها. هذيك نجم نسميوها سبيسيال كومبليمون سبيسيال زيد عزيز اللي ما عندوش وقت باش يحضر. بالنسبة للنوازيت الدان باش نحطو كهكا الميلونج شوية زيت ديو نجمة، نحط شوية مارغرين. بالنسبة لصوص صوص بونا موجودين من قبل في لي غرون سيرفاس، نجم نخدمهم لي غرون سيرفاس لي صوص. نحط شوية بودينة مع زيت وكثير دو ونوازيت. هاي اللي يسهل لي على النوازيت، هاي النوازيت مليحة. دونك النوازيت دو دام ذوقوا واعطيونا رايكم بالحق تاع 66 كيف. بونجور سي وليد، وليد جلاسي بونجور. نفقدو هذا الفلفل كولور يمينا احلى اليوم. اونسي بوكو دي فور مكرونة زعرة زر سلاطة عدس سبناخ باش ما شفتش تو نعاودها باش. لا بالحق بالنسبة للروسيت نتاع بيتزا يعني برشا 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 نصورهم ما عادش باش ياكلوا بيتزا من برا، باش يوليو يحضروها في الدار. نقول لهم خويا صغير خلي ما عادش تمشي بيتزا من برا تقول لي هاي شايف شايف المحتوى هاي هي سي وليد عنده الحق. هاي اللور عسلامة منور الشيف. فقلوب في كيف ويربول تاخذوا نوازيت نحطوها في الميلونج هذاكا، الميلونج شوية زيت ومارغرين كملوه مرس بخير بزاف. وباو تو باش نعاودو للفيح يا لياس يا لياس. بالنسبة للفيح
سيخ شويه ديزير دو بروفانس هما موجودين لي زيفيس تاع الجميع. كان صوت قوي برشا وي فكرة اللي بيتزا الواحد يتعلمها ما سيرتو راهو ساعات الوقت يحكم الحق سيريزمون الوقت يحكم. هنا شوية ملح شوية فلفل شوية نكهة اليوم سلسل ليه هون كيفير توا فلفل كبير. شنو رسالة اليوم؟ مرحبا شيف رحمة الله. قاعدين نحضروا في السلطة نتاع فلفل تروا كولور كيما قاعدة تشوف. وعندنا شربة بالساش. عندنا نوازيت بدامس. همبرجر للجميع اللي يحب الهمبرجر الكل. أكثر الخضرة تبارك الله تعمل 66 كيف. اليوم خذينا خضرة مع عند عماد مارشيل مرسى. تحية لعماد مارشيل مرسى. مازلنا مش باش نبدلوها الفوالا عارف نقولكم علاش بس نخليوها سلة سلة بعد ما حضرنا الفلفل باش نخرجوا توا الستيك الستيك نتاعنا اللي حاطين في الفور ما نجيوش نخرجوهم من الفور وقتها نقولكم بالضبط شنو باش نعمل. ستيك هما خرجوا من الفور. الاستيوس كيما قلت لكم راه فما بليزيور استيوس بالنسبه للتحضير تاع الهمبرجر. توا باش نعملوا لهم كادرياج، يعني هاكا انتم تراو كادرياج قولوا يا هذا كان تحط توا من الاول باش تعمل كادرياج. بالنسبه للحم مش عطينا كادرياج لو برشا. هاكا تصبر الفيو جو دو كويسون هذاك خليوه يطلع يعني سو سون لي تي ديتاي فور لا ديفيرونس في اسيس كيما هكا. الحم نجم نحطوه في الفور يطيب دو بلاش من بعد نعملو له كادرياج يعني فوالا بونجور جوجو. دونك هاكا السر الاولاني كيما ترى في الفوالا هاو هنا توا الحم يعمل كادرياج يعني 100% بريسك لومبرغور نتاعنا حاضر هنا كيفاش الفيزا تعاود قلنا عليها. بالنسبه للي ما حضرش على حلقه نتاع الفيزا والا نتاع الزبيبي ولا نتاع المخارق ينجم يشوف الرديف في الشين يوتيوب شيف مؤمن بن يونس والا على الفيسبوك شيف مؤمن بن يونس ولا لا كلينير باي مؤمن ينجم يشوف الحلقات. احنا نحاولوا يوميا الماضي ساعتين ذكركم بالوقت لما ساعتين تنجم تقولوا للحبيب والاصحاب الكل وتنجم زاد كيف تبارتاجيو اللايف نتاعنا على لي باج نتاعكم باش تحصل المنفعه. بس هاو باش نقلبو الحم شفتو في الكادرياج يعطينا كادرياج لو برشا. يعني هذايا الحاجات اللي احنا نجمو نفيدوكم بها. ريما ريحه يا شيف بسمه برافو شيف كيما قلت لكم هاكا الاسرار الكل كل 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 موجوده لهنا اليوم سبيسيال باش نوريكم طريقه نتاع الاعداد نتاع الهمبرجر وما نخبيو عليكم حتى شيء. بس نورمالمون بعد نوريكم طريقه نتاع الاعداد نتاع الهمبرجر نفكرو نفكرو عليها بالبلاش. دونك من بعد ما طابت الفور شوية تسمعوني من بعد ما طابت الفور ديجا الفالور الكريتيف نتاعها قعدت ما عملناش حتى اسيزمون حطينا شوية صوص برباكيو. توا كيف كيف نجمو نعملو اسيزمون هي دو بريفيرونس حتى لو كان عندكم ما عندكمش ستيك ستيك اشي احنا اليوم خديناها مع عند شركة فراحي اللحوم كيف كيف هي البيكون وهي والفيون كيشي
الكل نحضروهم. تنجموا تاخذوا اللحم مفروم وتزيدوه شويه ماء وشويه ملح والصوص باربيكيو نتاع بونا. يكون عندكم ستيك يعمل ستيك كيفي. راح نوريكم التصويره المثاليه تاع ستيك ريت الكادرياس كيفاش يكون. هذايا كادرياس يعمل 66 كيلو. دونك شو نزيدو نكادريوه هاكا يعني ما تخبيو عليكم حتى شيء من أول نهار قلتلكم. نحاولوا الفايدة تهم. تنجمو تبارتاجيو اللايف على لي باج نتاعكم باش الفايدة تحصل للناس الكل. هي بالنسبة للحم ضرب وبشنا بالفلفل هكا الهمبرجر ريسك تاعنا ضرب. حاولوا نتفقدوا النوازات اللي كنا حاطينهم سلة سلة نحطوهم وحدنا. هاي الموزات هي جوست تليفونات هذاك علاش يتقص ساعات اللايف. كما قلت لكم هيثوم بونجور. نوازيت كنا فوحنا عملنا الميلونج نتاع الزيت مع المارغرين زيت نجمه ديو فيتامين اي. فوحنا بالليزير دو بروفانس شوية مارغرين ونخليوه سلة سلة. نوريكم تاو كونفيكسيون نتاع الهمبرجر وريني الصوص نتاع الهمبرجر. بالنسبة للصوص الصوص خلينا صوص باربيكيو بونا زدناها كاتشوب زدناها موتاردا لونسيان كيفيف بونا زدناها مايونيز ولا مايو تشيز. هذايا خلطناهم الكل مع بعضهم الكل كل كل خلطناهم في صحفة. الياس شنو اللي في القلاية؟ اللي في القلاية هذيك نوازيت نتاع نوازيت دودانت مليحة. الشربة هاي تحضر باش نوريكم توا كيفاش باش نحضروا الديساج نتاع الهمبرجر اون فوا بور توتا. في بوالا خليتها بحدية تنقولكم علاش خليتها بحدية والفور خليته اون مارش. دونك باش ناخذوا البيريكس اللي حطينا فيه الحم هاي في مليك وحشة هاي شوية غالي باش نحطوا الحم في البيريكس. باش ناخذوا الفروماج بلوندور. الفروماج بلوندور تلقاه موجود مكتوب عليه سبيسيال همبرجر. خليهم شخص هذا الفروماج تلقاو هكا فرماج سلايس موجود. نحطو فوق الحم نزيدو بيان سور باش نزيدو بزيت فرماج. دونك الياس هكا وليت عندك ريسيت منين جاي نوازيت منين بقات الدم. دونك كيما تراو هكا البيريكس حاطين عليه الفرماج مازلنا كي حاطين الفرماج على ستيك ديجا ذا فيسا فيسا فرماج لومبور سبيسيال لومبورغور. شخص شخص قبلنا كيما قال سي ياس لومبورغور فرماج ديب شو نزيدو شخص شخص قبل فرماج زيت فرماسي طول همبرجر هكا همبرجر هوم ميد و هاند ميد. نزيد فرماج كي نمونت اوسي كومون فير دي صوص شوط باهي يمينا. بيان سور نجم نوريكم كيفاش تحضروا لي صوص. تو في بلا واحد اخر نوريكم كيفاش تحضروا لي صوص.
وفيرتو شنو هما لي زاستيس اللي تنجموا تعملوهم باش تحصلوا على صوص باهيه. زيد باش نخليوه شويه برك تفور. صافا نحطوهم باش نحضروها من بعد. نجيبو صحن باش نحضرو باش ندرسيو الهمبرجر. ما نحكيكمش برك على الريحة في طول ميلونج اللي خلط في الكوزينة. هاهما المونجات كيفاش يعملو شوية كوكين في بريتين زير لي زير دو بروفانس. اليوم انت اليوم لهنا انتو نجيبو البازا نتاعنا كي نوريكم كيفاش تدرسيو الهمبرغر. جيبو صحن ونشيكو جينيرالمون بالنسبة للهمبرغر. جينيرالمون بالنسبة للهمبرغر معناها جاية من فرد دجاج من جلدان فواح انت ولا مفوحة. لا بالنسبة للنوازيت فواح هنا حطيت شوية ملح في الأكحة واللي فين زاف لي زاف دو بروفانس موجودة لي زيبيس تاع الجميع. طيب باش نوريكم كيفاش ندرسيو الهمبرغر بالحاجة بالحاجة. قبل كل شيء خلي نجبو ستيك ندوهم الفور. نوريكم الفرماج كيفاش فوندون مع ستيك دودان كيفاش عطا نكهة أخرى. هذاك بالنسبة للحم. نتو باش نبداو ندرسيو من حاجة بحاجة. هاهما لي زانكريديون دو باز الكل تاع الهمبرغر بحذنا باه كي هكا باش تنجمو تشوفوني. حاجة الأولانية باش ناخدو الخبز ندير البازا. جينيرالمون كيفاش يحضروا في الريستورونات والريستورونات حتى العالمية ديما يحطوا ياخذوا الجناب يحطوا فيها نجم تحطوا خاص تحطوا في دو دوماج شين في دو شين الحاجة اللي تحبوها نتوما نجموا تحضروا به ريحتين طماطم كلك رونديل تاع بصل باش ناخذو شويه البيكون البقري اللي كنا بكري شويناه كيما تراو كي هو هكا الفيوند سيشي سمح ليها كريسبي. تو باش ناخذ اللحم مرصة اللحم ستيك ستيك هاشي فرح كنا حضرناها. هيا 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 كيف كيف نجمو نزيدو نفس العملية كروها باش يبدا كريزي همبرغر. دونك صوص احنا حاطين ميتا ونزيدو نحطو صوركم سيرتو في رمضان تو مفهميش خروج مفهميش خروج كونفينمون هاكا نجمو تحضرو في الدار همبرغر. لينا با همبرغر هابيس ياخدو دي رونديل تاع طماطم. هذايا نتحداكم كان واحد ينجم مع الهمبرغر يكمل يزيد ياكل حاجة أخرى. فهمت شي كيما قلتلكم نزيدو ستيك هاشي تاع فرح وذي البان بزازقين باه. من بعد ما حطينا فما نوعية أخرى نتاع دريساج
اللي هي زادت كم الكيف كيف في الكريزي هنا نحطه كتب. وهكا يكون عنا همبرجر يعمل 66 كيف وان شاء الله يعجبكم. نتصور ايه صحيح يا سيلياس الشاي دوخ سيلياس همبرجر يعمل 66 كيف هكا انكليني بالكتب تاعو تبارك الله ان شاء الله يعجبكم وتعملوا عليه جو. لي صوص كيف كيف نتاع الهمبرجر نزيدوا شويه كاتشوب وشويه مايونيز للي يحب ومن بعد تنزيدوا نكملوا بيكون كيفاش يتعمل كما القديد. لا بالنسبه للبيكون هاو بالنسبه للبيكون ديون سيشي هما موجودين معنا صراحه دونك بيكون بوف وعندنا فيون سيشي فيمي كيف كيف. مديحه بن يونس بونجور نجوى برافو ام احمد تورغات حليمه ب هذا الهمبرجر كيف كيف نسيت تنزيدو تو هكا اللمسه تاع الشيف اللي يحب يزيد هليسة زيد كيف كيف موجوده سويت شيلي صوص دونك هكا همبرجر يعمل 66 كيف مش خليوها خلي بحذية هذي باش نسعى ليش أخذ فترة مايا بونجور هذي بالنسبة للهمبرجر. دونك الحاجة الأولى هي حضرنا الهمبرجر ومرنا مريقلة تو باش نتعداو باش نحضرو السلاطة قصو قبل كل شيء زيد الكل نحيوه من بحذينا عندنا فلفل هاو تراجع الكاميرا شوية باش نجمو تراوني دونك عندنا فلفل تروا كولور هاو نحطوه طول ديريكتومون على البلونش ناخدو سكينة باش نصيروه الفلفل دونك كنا اخترنا الفلفل تروا كولور اليوم انا مرموزة تلقاه موجود في المارشي تاع المرسى مع عند عيمات المارشي تاع المرسى شوية فلفل أحمر شوية فلفل أخضر سيتو لي كولور احنا نعرفو لي في رمضان ناكلو بعينينا يعني ماذا بينا نعملو حاجة هاكا شوية كيسور دو لوردينا لي كوتو لار دو لا تابل تلقاهم في ميزون المونت نجوى حب نعرف وين نلقاها لي صوص لي صوص لي صوص موجودين بونا تلقاهم في لي كرون سيرفاس ولكن تستحقو صوص تو نكلمو سي مهدي بورقيبة نقولولو وينهم لي صوص تنتاجيو سي مهدي بورقيبة قولوا له يا سي مهدي وينهم لي صوص تحية مهدي بورقيبة اللي عنده لي صوص بونا سي تان امي كيف كيف من بعد ما عملنا الشوا تاع الفلفل تروا كولور القصة كيف كيف انا اخترت هكايا مي كل واحد وشنو يحب هذا لو ميلونج زيد نحاول نحيو الكل نحيو فلفل زيت كوجينا فن وغرام نصوركم زاد كيف لو كوتو دو شيف بيان سور سورتو شيفين الكل تحية للشيفين الكل اللي تابعوا فيا واللي يعرفوني واللي نعرفهم ديما الشيف يقول لك هذيك السكينه نتاعي ما مسالي حتى حد معروفه الحكايه هذيك باش ناخذوا شويه شبت في المواشي قلت لكم يعني منو نجموا من بالامكانيات اللي عندكم نجموا بالامكانيات اللي عندكم يفو لونترينمون باش نقصوا بالسكينه هكا سي لا ميم كيسيون سيرتو بالحق والله اما احنا راهو غرام راهو يعني العيشه تاعنا نحبوا سكيكن اون سانفيستي ترو باش نشريو سكيكن باش ناخذوا سكيكن نبداو اليوم والله عندي سكينه جديده باه خذينا الفلفل تروا كولور الاحمر والاصفر والاخضر زدناه شويه الشبت باش نزيدو حاجه بينا تاع 66 كيف اللي هي الموسم تاع الفرماج تاع لوندور باش نوريكم الطريقه تاع الدريساج
فيسع فيسع. كيفاش باش نحط الجوز والزيت؟ نجم نجيب صحن دريسيو بهذا الصحن باش ندريسيو فيه، مي باش نبدلو الطريقة نتاع الدريساج. يعني من شوية نخدم بورت بيس رون، ناخد شوية كاري باش نخدم الفرماج تارتيني. أنا وليت نعرف نقص كيكة سي بيان، يعطيك الصحة الهام باه. دونك باش نخدم الفرماج تارتيني نتاع لوندور، برك نمدو غرفة باش ندريسيو بيها. ولا كيف نجمو نجيبو اسيت كاري؟ اش قالكم ناخدو الاسيت كاري نتاع الفلفل؟ ناخدو الاسيت كاري نتاع الفلفل، احلى بركة. كون حاضر الاسيت كنغسلوها. منقولوش كان نسيه بركة، راهي تحتها مسيحة تكنيك، باه فيها تكنيك. يفو غاردي لا بوان دي كوتو فيكس سو تابل هي رستي موبيل. باه بالنسبة للتكنيك نتاع القصان، السكينة يلزمها انكليني شوية، يعني ما يلزمش الكوتو يلزم هكا على جنب حاجة هنايا، ويلزم الجيستويل الكل يكون موجود في البوانت تاع الكوتو. يعني هذوما نعكسوهم والسكينة هكا باش كان الله لا يقدر ضربت ما تضربش، ما تقصش الصباع هكا، تقص بالعكس. باه دونك باش نبدلو نسيت الكاري هكا خير كسام بالإيبو كون بونجور. طب نحطوها كريمية شوية هكا. كيف نجمو تعطيونا رأيكم راهو سيرتو في دريساج طاهر؟ صحة شيف، ربي يعينك إن شاء الله. ميرسي بوكو سي طاهر. ناخدو شوربة ونتعديو توا للدريساج. قبل ما نتعديو توا للدريساج باش ناخدو شبت والفلفل كل هكا وحدينا، نفخو زيت نفوحوهم شوية زيت. كيف الزيت راهو زيت نجمة، مش كان الكويسون بركة، حتى للا سيزونمون نتاع السلايت. نحطو شوية ملح، شوية فلفل أكحل، ونخلطو مليح مليح. هذيا باش تكون الباز. باه ليتاب الأولانية حضرت، صحة شيف ربي يعينك. تعدو ليتاب الثانية، ليتاب الثانية باش ناخدو الموس تاع الفرماج، فرماج تارتيني لوندور. نحطوه في القاع تاع صحن تاع لومبورت بيس، ناخدو لي زيكستريميتي زاد كيف. منحكيلكمش على الميلونج نتاع الروايح، شي جوع سيرتو همبرجر وسلاطة، يعني حاجة أخرى. باه باش نحطو بارتي هكا، ميلونج تاع فلفل شهي هو المحالة كي يبدا فلفل ترو كولور. بعد نعاودو نعملو اون اوتر كوش، نوتر كوش تاع فرماج لوندور اتاتيني. وانا حتى بالبوانت تاع الكوتو زاد كيف. انا نحاول نسهل عليكم ونوريكم الطرق اللي تنجمو نتوما تحضروا له. ريتو العملية توا فهم الكوتو
اللي قاسينا به سي لا سالاد بيان سور مديحه سلاطه فدوى القارص كيف تنجم تزيد قارص تنجم تزيد انا بيرسونيلمون لي بريفيري اني ما زيدش قارص باش ناخذ البوان دو كوتو اللي هو ديجا بالشبت وباش نسويو به هكا تجي كيما ستيل المونتال نتوها العملية كيفاش دونك هاو كيفاش جي حطوهم أهلا بيك قول بونجور شنو المنيو المنيو تنقولو بسياسة بسياسة نعاود نذكركم شنو المنيو اللي حضرناه يعني هذايا سلاطة الأولانية من بعد باش نزيدو أم تي رابيل بالطبيعة خاطر لازمنا نقولولهم اللي هي راهي سلاطة نتاع فلفل أم تي رابيل هكايا نعمل ستة وستة كيف نهزو بسياسة بسياسة ونبورت بيس إي فوالا حضرة السلاطة نتاعنا هيا شو كيفاش هاكا الأجناب نتاعها منال فدوى هاكم شوفوا الرسات هول حاتم كريتو كيفاش أم تي رابيل زادا بالنسبة للسيزونمون نجمو نعملو مع الفينيغريت هاكا أم تي رابيل شوية كيلكو غوت وهكا تكون عنا سلاطة تعمل ستة ستينجيف الطريقة نتاعنا يعني سلاطة سوربريز لازم نسميوها وانتوما كيفاش تحبوا باه يعني الشربة هاي تحضر شربة حضرت تقعد لنا بالنسبة للسلاطة هذا هي دريساج حضر زي الكل بالطبيعة حار ونحيوة وتوا باش نحضروا سلاطة دو فروي كوتو دي شيف كيما قلتو أم أحمد برافو ميرسي حاجة ياسر سلاطة فكرة هايلة بالجبن حاجة جديدة الياس مغلوب بالجبن يتابع فينا الجبن الياس الفايدة سورتو شنو الحاجات اللي تحضروهم بالحق شنو هما لي زيدي اللي نتوما تحاولوا تستفادوا بيهم شاهدني يا شيف مهرزية تريبو يمينة جهينا تيك الصحة يعطيكم الصحة نتوما راني نحبكم برشا برشا اللي قاعدين تتابعوا فيا في اللايف يوميا وقاعدين نشجعوا فيا باش نحاول نعطي البلوس يوميا به زايد 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 المحيوة بلونش دي كوبي قلت لكم اليوم المنيو ساهل راهو خفيف فيسا يحضر نحيو زايد فيسا اللي ساهل زايد ابار سلات فروي عندنا من باتيسري لاسيل عندنا حاجة بنينة تعمل 66 كيف من باتيسري لاسيل عندنا فينونسي كبير تو بعد تشوفوه في الدريساج ولا توريكم بعد شوية مي تو نتلهاو بالسلات فروي السلاطة نوريكم الدريساج النوعية الأخرى كيفاش باش تحضروها نجيب صحن ونجيكم تو سويت هذا يسهل ببرافو خاصة لو كان جديدة في الكوجينة نتفرجوا شوية على الملوف لين حاولوا نعطيكم فكرة راهو سلاطة نوعية في كلام ما تقويش ما جاش كيما قبل بهذا يسهل نتاع دريساج خليه واحد بار نقولكم علاش عندنا كربيه نتاع فروي الغلة كل خضير وخضر شنو اللي عندنا عندنا بطيخ عندنا الكيوي كل شيء باش ناخذوا كوتو عندنا السكينة زادة كيف اسمها كوتو تفروي شوية مشمش شوية خوخ هكا أموال حاجات تخرج على المألوف خلاط مخر كيفاش السلاطة للي خلاط مخر واللي ما شافش السلاطة كيفاش حضرناها ينجم يرجع يشوف الرديف يلقى على شان الفيسبوك موجود على شين يوتيوب وإلى فيسبوك شيف مومن يونس من بعد ما يوفى لايف يلقاه موجود عنا كهوة بتاع كيبي سا
سيرتو بالغلة بالنسبة لنا، الغلة اللي نجم نحضروها وكنحضروها كنقصر في كعبة الكبير، كل خديرو قدرو شنو اللي يحب الحاجات اللي حضرها يحضر. أنا كعبة الكبير، أنا خوخ تنزيد من النوعية دي بتاع خوخ، عندنا بطيخ محمد امين بولاتي، بونجور محمد امين. دونك الحاجه الباهيه سيرتو اللي في رمضان تبارك الله استنسنا نطيبو، واحنا نحاولوا باش نحضروا مع بعضنا الليروسيات الكل اللي نتوما تحبوهم. هذاك علاش نحاولوا نفيدوكم. البطيخ نزيدو عنا لي صوص هذا باش نعطيو حاتم نورمالمون كان يتابع فينا حاتم باش يشوفنا كيف باش نحضرو هذا سير. قصينا البطيخ غادي من بعد نستعملو كوتو ديال الشيف الكبير هذاك السكينة الكبيرة. إن شاء الله بقدرة ربي كلكم توليو شيفين وكلكم طيبوا برشا حاجات، ونجمو طيبوا لي بلان نتاعكم وتاكيونا في الانستغرام ولا في الفيسبوك شيف مؤمن بن يونس كيف كيف. به نتعديو توا للقصان حمزة فرشيشي بونجور. كيما خداكم تنجمو تبارتاجيو اللايف نتاعنا مع حبايبكم وصحابكم باش تحصل المنفعة للناس الكل. وقتيه قصيناه قصوا المشمش كيوي غلا هذايا اليوم فريشكا مازلت كي خديتها من المارشين تاع المرسى، ما عند بالنسبة لينا خدينا المارشين تاع المرسى ما عند ايمات، دونك نجمو نمشيو للمارشي تاع المرسى تلقاو شوا كبير برشا سيرتو عند ايمات. تحية لايمات مارشي تاع المرسى قريب هاكا من الدار، ما يستحقش برشا ديبلاسمون. انا زاد كيف كعب نتاع ليك نجمو خلطوها فيسا فيسا، خلطوها عسلاتة تاع الفروي. ونوريكم ادريساج كريزي زاد كيف تاع سلاد دو فروي. دي كولور تبارك الله كلهم موجودين في ال في السلات فروي، مع شوية ليم نجمو نزيدو بكدير زدنا شوية بطيخ. نتوما نجيبو نديها سيت اون سلات فروي. الوغ بون سيت اون سلات فروي مي ان اوتر فاسون كيما قلتلكم من الاول انتي خلطت علينا توا مليح مديحة، مي جوست تبعني كيفاش باش نحضر السلات دو فروي. نوريك كيفاش بتحضرها، اعطيني رأيك. دونك عندنا البودر فانواز شونتي بالفريز، زدناها الحليب نتاع ماتيلي هاذي بعدين. اوكي نجيبو لاسيات ونوريكم الطريقة نتاع الإعداد بالسياسة بالسياسة كيفاش باش ندرسيو باه البوش. دونك حضرنا كريم شونتيي ويلزمها تبرد، باش نعملو دي روزاس هنا. دونك هاذيا سلطة فروي كورمونت، خاطر الفايدة اللي نجمو ديما نجتهدوا ونعملوا البلوس في لي ريسيت، وهذاك اللي يلزم باه. البازا حضرناها، دونك خلطنا البودر نتاع كريم شانتيي فانواس دكتور اوتكر، زدناها الحليب نتاع ناتيلي، وتو باش نتعداو للغله. دونك الغله نحطو لي مورسو
اندري ساج كيما قلت لكم كريزي، مي بنكهه اخرى خاطر سيتو في الدار ونعرفوا برشا برا يحبوا حاجات في وسط الرستورانات. كيما تراو قاعدين تشوفوا باش ناخذ شوية البطيخ باش نعبيو لي بارتي. عندنا شوية خوخ نكتارين كيف هذايا باش نعملو بيها هاني هاني. ناخذو الليم تشيش هذاك تفيو عليه تا مجبور من بعد صبو تشيش باه. الدريساج مش باش يقف كان هكا الجماعة اللي خلطو جيت في وقت الديسير مريم من بيان سور جيت في وقت الديسير باش نوريكم شنو باش نزيدو نزيدو. عندنا صوص لا فرويتير بالميغ ام تي رابيل بالعادة شوية شوية هكا نعطيو شوية ايماج كل واحنا في الصحن. عندنا البيناكولادا الباربا بابا ناخذ الباربا بابا كيف كيف ان بتي رابيل كي شويه كولور بلو بيناكولادا وهكا يكون عندكم ديسير كريزي يعمل 66 كيف ان شاء الله يعجبكم. دونك شنو طيب يا شيف دوس رفيق اهلا بيك بونجور كروما شنو طيب باش باش نقولكم حضرت كنت حضرت شرب افريكا بالبساش حضرنا دريساج هذايا نتاع السلات فروي كريزي دريساج واحد اخر. سالو بونجور سي رفيق دوس حضرنا الهمبرجر هاو همبرجر هكا كريزي دريساج نتاعو كيما قاعدين نشوفو كيف كيف مازال عندنا ديسير من عند باتيسري لاسير نجم نزيدو بيان سور فاكهة اي باش نزيد شوية فاكهة لحظة بركة باش نوريكم شنو هو ديسير من عندي من باتيسري لاسير. بالنسبة للديسير باش نحطو بوحده واحد صحن ميرسي عايشك شيف سي رفيق باش نزيدو شوية بيستاش ونفس العملية رانا نجم نحضروها الدريساج هذايا نعملوه في فيرين. دونك شوية الفاكهة هنا اخترت شوية تاع بيستاش هكا 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 ونجم نزيدو بالحوش ام تي رابيل هكايا تاع دي روساس تاع لا بودر شونتيي اللي حضرناها بودر شونتيي فانواز بو تاع فريز يا نوتر بتي رابيل صوص فرويتير بالمير وصحة وبشفاء. دونك هكا نورمالمون المنيو نتاعنا حضر عندنا السلات فروي عندنا الهمبرجر كريسي الهمبرجر عندنا شربة باش نرميو شربة الفريك من بعد عندنا نوازيت نتاع مليحة. ان كرو ميرسي للناس الكل اللي تفرجوا فيا ونقولكم راني نحبكم برشا 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 على خاطر نتوما تعطيوني الشحنه باش تخليوني نزيد نعمل البلوس سيرتو في اللايف. حضرنا سلطه كيما تعرفوا فيها هاي السلطه الكاري بالبوفرون تروا كولور هاي. دونك هذوما الكل ان شاء الله يعجبوكم وتابعوني بعد على الباج
باش تشوفوا الدريساج نتاع الطاولة المزيانة اللي تعمل 66 كيف. انتوما زادة تنجموا تحضروا شخان فترة، تنجموا تخليو لنا تاجيونا في الانستغرام شيف مون بن يونس، ولا فيسبوك كيف شيف مون بن يونس. للي ما حضرش ينجم يتفرج على الرديف في اليوتيوب شيف مون بن يونس. نشكر الناس كل اللي بارتاجيت اللايف واللي تلقاو الرديف. نشكر حازم العيسى راديو بون ليو نور، نشكر خالد عويجة تونيسكوب، ولي سبونسور الكل اللي امنوا بينا باش نجموا نحضروكم اللايف. الناس الكل تبارك الله حضرنا الطاوله تعمل 66 كيف. نذكركم اللي تومبرجر اي جيون بيان سور، حضرنا نومبرجر جيون كريزي بالفيونت ساشي وبالبيكون. ان شاء الله يعجبكم. نقول لكم شهيه طيبه، وان شاء الله كل نهار تتفرجوا في لايف مع الماضي ساعتين. يتجدد الرونديفو نتاعنا كل نهار. نحبكم برشا برشا. اي ميرسي.